هل يجوز صلاة ركعتين أثناء خطبة الجمعة؟ إذا جئت متأخرا صل ركعتين تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا دخل رجل اسمه سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين.